السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا من جديد، أخوكم حارث العوادي من جي اس ام ميديكال اديوكيشن، وحاليا حنكمل المجموعة القادمة من الإكزوتوكسين بكتيريا، وهذه الإكزوتوكسينز اللي راجعة للبكتيريا عفوا، وهذه الإكزوتوكسين بالتحديد المجموعة مالتها المتخصصة نسميها الانهبت بروتين سينثيسيس. يعني شنو؟ يعني البكتيريا اللي التوكسين مالتها الاكزوتوكسين اللي هي تمنع تكوين البروتين داخل خلية الجسم. ليش اقول خلية الجسم؟ لان كل خلية عندها دي ان اي، عندها اندوبلازميك ريتيكولام، عندها رف اندوبلازميك ريتيكولام، ومن ضمن فعاليات الخلية الحيوية انه هي تكون البروتينات، البروتينات تشتغل كنواقل، البروتينات تشتغل كانزيمز، تمام؟ كل شيء بالجسم احنا قلنا بروتينات. اريد اوضح شغله، ارجع للبايوكيمستري، المحاضرات مال البايوكيمستري، افهم لي كيفيه تكوين بروتين، صح؟ ورا ما تفهم البروتين راح تعرف هاي العمليتين. البروتين يحتاج يمر بشغلتين، يا اما يمر بقضيه تاثير الار ار ان اي، واحنا شارحين هذا شلون يصير، بس انه جزئيه كيفيه ياثر الار ار ان اي في تكوين البروتين، تمام؟ ويا اما يكون عن طريق الماسنجر، ماسنجر ار ان اي، تمام؟ اي وحده من هاي العمليات تتوقف يتوقف انتاج شنو؟ البروتين. الاكزوتوكسين هاي اللي يسوي لي انهبيشن المن للبروتين سينثيسيس راح تشتغل على ميكانيزمين رئيسيات، يا اما تسوي لي انهبيتنج هنا يا اما تسوي لي انهبيتنج هنا. واضح؟ طبعا صوت البشارة ايش سوى. نجي اللي اريد اذكره، عندنا اربع انواع بكتيريا، اربع انواع للبكتيريا. هنا ايش قلنا؟ قلنا هذه البكتيريا تمر خلال ما يمر تكوين البروتين متاثر به من جزئيه الار ار ان اي، تمام؟ شلون؟ لا، من يتكون البروتين خلال عملية التحول بالرف اندوبلازميك لازم شنو؟ لازم يمر بقضية اسمها 60S ريبوزومز. ورا ما يتأكتف 60S ريبوزوم ال RRNA، تمام؟ يقدر يسوي لي أخذ المعلومات وينتج لي بالتالي شنو؟ ينتج لي بروتين. هنا اكتفت ال 60S ريبوسوم تعتمد على الادينين بصوره مباشره. لاحظوا همتين، الفوسفيت والادينين مركبات جدا مهمه للجسم، تدخل بالطاقه وتدخل بالميتابوليكس او الميتابوليزم. هذني ممكن تعتبرهم جزء من الميتابوليزم لان هن عمليه انتاج البروتينات في الجسم. على العموم، من يجي عندي مايكرو اورجانيزم او بكتيريا، هنا شو يسوي لي؟ يسوي لي انهبيشن، تمام؟ فبالتالي يكون عندي شنو؟ remove، it will remove the adenine particle. هنا حتيجي الادينين تحول الى خضر، او يمنع اتصال الادينين. زين، من يمنع اتصاله او يشيل لي جزئيه من عنده، دائما هي شنو؟ المصادر كلها تذكر لك انه هذا هو الادينين مرتبط على ما تكون العمليه مال 6 ريبوسوم، فبالتالي ياكتف لنا الار ان اي ويقدر يستمر بانتاج شنو؟ البروتين. هنا من يشلع لي هذا راح يروح الاكتيفيشن، فبالتالي الار ان اي نفسيته راح يكون مو اكتف لان المعلومات ما توصل بصوره صحيحه، ما يقدر يسوي عمليه الانتاج. انا دا احكي بلغه جدا بسيطه لان ما اريد ادخل بتشعب انت، هذا ترجع بمحاضره تكوين البروتين بالبايوكيمستري ان شاء الله حتلقاها كلها موضح بصوره مفصله. القضيه وين اللي اريد اذكرها المهمه؟ القضيه المهمه اللي اريد اذكرها اني انه نوعين من البكتيريا يحملن هذا التوكسين. البكتيريا الاولى شيجيلا، تمام؟ الشيجيلا
الشيجيلا هذه البكتيريا السم مالتها اسمه نفس الاسم شيجيلا الاسم هذا المختصر السم مالتها التوكسين اسمه شيجا شيجا توكسين تمام عندنا شيجا توكسين ذكرت اني اذا تذكرون من شرحنا الايكولاي وتاثيرها شلون تتفعل عن طريق الـ increasing of fluid secretion قلت لكم راح نذكر الايكولاي مره ثانيه بمجموعه ثانيه بالبروتين سينثيسيس هنا الايكولاي هنا التوكسين مالتها حيكون SLT توكسين مو ST الST معناته شنو؟ معناته شيجا توكسين SLT معناته شيجا لايك توكسين اللي هو المشابه إلى زين وين اللي أريد أوضحها أنا شنو المهم؟ المهم أنه الشيجيلا على عكس المايكرو أورغانيزمز الثانية تشابه اليرسينيا وتسوي لي دامج وين باللير الداخلي واضح تسوي لي جي اي ميوكوزال دامج هذه العمليه راح بنفس الوقت حيكون عندي افراز عالي عن طريق الشيجا توكسين لمن للسايتوكاينز فبالتالي صار عملية شنو الالتهاب العام اللي احنا ذاكري شلون الخلايا تبدي تسوي فازو دايليشن يعني فوق المصيبة اللي عندي انه الجي اي لاير حيكون بها ضرر بالتالي امتصاصها يقل بالتالي يقل الفوليوم بصورة عامة ايضا يتحفز عندي الانفلاميشن بروسيس ويتحفز عندي شنو النكروتيك فاكتور يتحفز عندي انترلوكين يتحفز عن كل السيتوكاينز يسوي لي النيتروك اوكسايد بصورة عامة تحفيز للسيتوكاين بصورة عامة بس كإنفلاميشن بتأثير الشيجا توكسين فبالتالي حيزود الضرر يصير ضررين هذا المرض اسمه مال شيجا اسمه شيجيلوسيس واضح الجي اي ميكوزال لما يصير بيه دامج راح يصير عندي عملية جدا مهمة وكلش مشهورة وكل الأطباء يستخدموها انتبه This واضح انتبهوا وياي This entry اللي احنا نسميه dysentery تمام هذا الموكوزا حيصير بها دامج خلي نحط خط احمر وياها تخيل هذه افترض انه هذا ما يقدر بعد يمتص لانه بي دامج فهذا شنو هي dysentery إذا دلت لك هاي راح تدلي على شنو؟ على دائرية عالية لأنه أنا ما أقدر أمتص أي شيء الدائرية تكون عالية ويصير عندي أيضا وياها شنو؟ blood تمام؟ يصير عندي hemorrhage بالإضافة إلى هذا راح تكون أنت بعملية بعد تحفز السيتوكاينز السيتوكاينز تقوم تهاجم لك الكريات الدم الحمر لأن الإفراز يكون كلش عالي عن طريق التوكسين من تهجم كريات الدم الحمر ايش حيصير عندي هيمولايسيس صح بس انتبه هنا حيصير هيموليتيك يوريميك سيندروم تمام هيموليتيك يوريميك سيندروم هيموليتيك معناتها شنو؟ معناتها عندي هيموليسيس تكسر كريات الدم الحمر داخل الدم داخل مجموع البلاس سيركوليشن انيميا دم متكوم يوريميك سيندروم معناتها هذا التوكسين اثر لي على الكدني وسوى عندي فشل فارتفع عندي مستوى اليوريا بالدم مو فقط ارتفع ايضا البي يو ان ارتفع الكرياتينين واضح؟ فهذا شنو؟ انتبه هنا شوك شلون حصير؟
تأثيرها الأولا على الكدني والتأثير على الغذاء الأعضاء، هنا حيصير عندي سيستمك شوك، لأنه بكل الأحوال حتى كمية بعدنا محافظين عليها الدم قلان. فأنت من تريد تعالج هيك حالات لازم تنطي دم وتنطي سوائل وتفلتر الدم مالته، تسوي له ممكن دياليسيس اذا صارت السيفيريتي عاليه الى ان وي ار ايبل تو ريستور ذا كيدني فانكشن. تمام، نسوي مراجعه خفيفه. واضح؟ شنو عمليه انتاج البروتين، بروتين سينثيسيس، الجزئيه اللي يدخل بها الار ان اي يحتاج 60 اس رايبوسوم. 60 اس رايبوسوم على مود ينطي المعلومات او يطلع اشعار للار ار ان اي للانتاج، لازم تكون مرتبط بالادينين. يجي هذا التوكسين يسوي لي انهبيشن او ريموفينج، خلي اكون دقيق بالعباره، ريموفينج اوف ادينين. تمام، من صار عندي ريموفينج اوف ادينين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي التأثير هنا حينمنع عندي تكوين الـ RRNA، فبالتالي انمنع عندي تكوين البروتين. eventually منع تكوين البروتين بدأ يضر الخلية، الخلية راح يصير بيها cell death. نرجع هنا، شو يسوي لي هذا؟ يسوي لي دياريا بمن؟ بالشيجل، طريق التوكسين مال الشيجلا، والشيجلا التوكسين مالته قلنا اسمه، قلنا الشيجا توكسين، الـ ST مال شوجر توكسين، ST واي صغيره فوق شيغا توكسين. تمام، فيصير عندي على ما توضح شيغا توكسين. من يجي عندي شيغا توكسين، شكرا على الملاحظه، طبعا شيغا توكسين يجي هنا ايش راح يكون لي؟ راح يسوي لي ميوكوزال، جي اي ميوكوزال دامج، الطبقه الداخليه من الميوكوزا تبدا تنضر، الخليه ما تقدر تسوي بروتين، صار بها دامج ايفينشولي، صح؟ دمرت الطبقه الداخليه، صار عندي نزيف. نفس من صار عندي نزيف قلل الامتصاص، قلل الامتصاص حيقل عندي كمية السائل، السائل من يقل عندي شنو؟ حيكون عندي هايبوفوليميا، الهايبوفوليميا ايش حتسوي لي؟ حتقلل الكاردياك اوتبوت، الكاردياك اوتبوت راح يقل عندي ستروك فوليوم، يقل الدم اللي خارج المن الى الايورتا الى الجسم، راح يصير عندي لو بروفيوجن بالاورجنز، حيصير عندي فيلر. غير هاي الميكانيزم اللي كانت بالاوضاع القديمه، هنا عندنا ستيموليشن او انهانسمنت الى السيتوكاينز. سيتوكاينز شو يسوي لي؟ يسوي لي فازو دايليشن، تمام، ويسوي لي فوق ما انا عندي نقص بالليكويدز، حيقل عندي شنو؟ الحجم حيزيد عندي، يزيد عندي الحجم حيصير عندي فيلر عالي، وهنا يصير عندي ايضا بارتفاع السيتوكاينز اوتو اميون، حيصير عندي اوتو اميون ديستركشن المن لل كريات دم الحمر، حيصير عندي هيموليسيس، بس مو هيموليسيس فقط، الكدني تنضر، فايش راح يصير عندي؟ هيموليتيك، انتبهوا وياي هنا، هيموليتيك يوريميك سايندروم، اللي هي حيكون شنو؟ الكدني غير قابل على الانتاج، اليوري ترتفع بالدم، بيو ان يرتفع بالدم، كرياتينين يرتفع بالدم، وحيصير عندي فشل سريع اللي هو شوك، لانه الدم ما يوصل بكميه معينه للاورجن، فالاورجن ينضر، قد يموت، يصير ورمي، يصير بين كروسس. هذه العمليه، انتبهوا وياي، هذه العمليه نفسها تتكرر بالايكولاي، بس مو الميكانيزم القديم اللي ذكرناها عن طريق الفلويد سكريشن، لا، هنا هذه ما نسميها، احنا من ساعه سميناها انترو توكسوجينيك ايكولاي، صحيح؟ هنا حنسميها انترو هيموراجيك ايكولاي. تمام؟ انترو هيموراجيك ايكولاي، تمام، حيتكرر هنا. ايش قلنا؟ قلنا يصير عندنا ديزنتري اصلا، تمام، ديزنتري هو افراز عالي للدياريا، انه انت حيصير عندك لوز موشن كلش كبير، سوائل تروح من جسمك كلش عاليه، ايضا ناهيك عن زياده الدم. فانت حيكون عندك ثلاث عوامل، انتبه، اولا انت تفقد ما تقدر تمتص، ثانيا عندك دمار بالخلايا، ثالثا عندك انيميا، رابعا انت اصلا نساعدك بليدنج. فتخيل حاله المريض، هذا المريض قلنا نسوي له، ناخذه نسوي له ريسوسيتيشن اذا احتاج،
قبل الريستوريتيشن، اذا محتاج انه تسوي له كارديو بوليمينري ريستوريتيشن لازم تحط له فلويد، اعطيته كميه عاليه من الفلويد. نفس الوقت شو تسوي؟ تحط على الدايلسيس، تعطيه بلاد لانه صار عنده انيميا وصار عنده نزيف، تسوي كنترول على النزيف مالته، وتظل بعنايه مركزه عاليه جدا بالاي سي يو الى ان يستقر المريض. هذه طبعا بالايرلي ستيجز، لان اذا وصل للليت ستيجز انت اقرا عليه سلام. على العموم الايكولاي انترو هيموراجيك ايكولاي، مو تمام؟ الانترو هيموراجيك ايكولاي ايش حتسوي لي؟ حتسوي لي نفس الشغله اللي هنا شنو الناس تقولوا لي انتم. حيسوي الانتبه، احنا ايش قلنا الانهانسمنت مال سايتوكاينز، هنا الايكولاي تبدي لي بالانهانسمنت مال سايتوكاينز، واضح؟ وراها حتسوي لي نفس القضيه من انهانسمنت مال سايتوكاين حيكون عندي هيمولايتيك يوريميك سايندروم، غير انه قضيه الغطاء الداخلي اللي يكسر الغطاء الداخلي للجي اي ميوكوزال اكثر الشيجيلا. التاثير ايضا موجود بالشيجيلا لايك، بس انت هي شيجيلا لايك، هل الاصلي مثل التقليد؟ لا طبعا، هذا اصلي هذا تقليد، ايضا يدمر بس ما حيكون عندي الخطوره مال ديسنتري اللي تتكون عندي بالشيجا توكسين. حيكون عندي انترو هيموراجيك توكسين اللي هو يسوي لي هيموراجيك عن طريق الدمار الداخلي وعن طريق الاتش يو اس اللي هي هيمولايتيك يوريميك سايندروم. تمام، واضح عندي؟ انا شنو اللي اريد انبهك عليه؟ الانفيجن ذكرت اني يسوي دمار، الدمار اللي حيكون هنا يكون انترا سيلولر، يعني السيلز اللي داخل الجسم. تمام، لانه تقليد، انتبهوا وياي. الدمار تكون حاضر عندك شنو؟ تكون حاضر الاتش يو سايندروم، بس على مود اصحح لان الظاهر اني سويت ماس بسرعه. الايكولاي قلنا تقليد، التقليد مو مثل الاصلي، مو صحيح؟ الاس لايك توكسين يسوي نفس العمليه، يصعد السايتوكاينز، يسوي الالتهاب، باز دايليشن، ويهاجم شنو؟ يهاجم كريات الدم الحمر، يصعد لي اليوريا، الكدني تكون ما عندها قدره للفانكشن، كرياتينين، بي يو ان، ويوريا. واضح؟ صار عندي شوك لقله الفوليوم، همتين صار عندي دايريا، بس هنا الانفيدنج ما موجود. او بالاحرى ما موجود سيجنفكنتلي. تمام؟ ما موجود بصوره عاليه. اكو دراسات تذكر انه الانفيدنج موجود، بس هنا اليو اس ام اللي حرفيا ذاكر انلايك شيجا توكسين. تمام؟ This one doesn't invade شنو؟ the layer، mucosal layer. واضح؟ بس اكو دراسات اذا ترجع عليها تقول انه هي تسوي انفيدنج المن للليير. احنا تركيزنا وين؟ على اليو اس ام ال اي. ليش؟ لانه انت دا تحضر امتحان اليو اس ام ال اي، واضح؟ واللي هو هاي ستاندرد.